فرح حاكم يقول هناك يجي وليدي وخلاص بقى عليه رب العالمين استيره وش فيها رب العالمين رب العالمين انا الحمد لله تعالى مفوق ونشكركم انتم ونشكر السلطات اللي وقفتوا والشعب اللي وقفوا ساهم معنا بالقليل ولا بالكثير شنو الكلمه شال هضره الجريه نستكثروا خير مفوق كان يحكي لي يقول لي ان شاء الله نروح تزير وان شاء الله نروحوا نشوفوا مع بابا لا فامي تاعنا وكل اليوم جينا ربي يشفي بابا ان شاء الله يولي مليح ويولي كيما كاين قبل الله يبارك ما قصروش الزملاء تاعو وصحابه وخاوته يعني اللي هما بمثابه خاوته صح كان جلال شملي كان محمد قدوم كان الاستاذه كان طبيبه سعد الله ما نساوش خير الوقفه تاعها فضلنا باش نتنقلوا مع عائله طبيب اليوم باش نعاونوهم في نقل الاخ الاحسن من مطار هواري بمدينه حتى مدينه العلمه والحمد لله رب العالمين اللي تحقق هذا يعني المهمه هذه تحققت بنجاح والحمد لله كذلك انه رجع لنا يعني الاحسن يعني معافى وفق ربي انه شاف والديه تمنوا له على كل حال الشفاء العاجل اليوم الحمد لله الفرحه تاعنا كما راهي الفرحه تاع ام السي تبيب الحسن على وصوله اليوم لارض الوطن وخاصه انا راهو قريب من ام تاعو والام تاعو على الاقل مطمنا عليه نشكر كل من ساهم يعني في تحقيق الحلم تاعو